فوحدها من ينعتها البعض ظلما بما يقع ويقترف في وسائل التواصل الاجتماعي. والمجتمع بيننا وبينه خصام منضربوه. الناس ولاو تيتشكاو من الاعلام دون ضوابط. ما تعرفوش هو شكون هو الاعلام الموظف، شكون هو الاعلام لا موظف. وبالتالي على الاقل لمواجهه هذه القضيه نتوحدوا بعضياتنا. واش عمرك شفتي شي محامي تيعيا المحامي؟ عمرك شفتو شي طبيب كي حتى في الاخطاء الطبيه كيبغيو يشدوا بعضياتهم؟ علاش؟ علاش لا فقط اللي كان يبقاو صباحا هذا اللقاء للانصات للصحفيات والصحفيين في موضوع مراجعه مدونه الصحافه كان ناجح. استمعنا إلى كثير من المعطيات وكثير من القضايا وكثير من الهموم التي ستسعفنا في بلورة الرؤية الواقعية والواضحة لمراجعة هذه المدونة. بطبيعة الحال الزميلة الزملاء طرحوا كل القضايا المرتبطة بالقوانين الثلاث وقدموا ما يمكن أن نسميه بالشهادة الواقعية على الثغرات الموجودة في هذه القوانين، وقدموا كذلك الاقتراحات والتوصيات من أجل تجاوز هذه الاختلالات. سنحاول أن نبلورها مع باقي الاقتراحات في الجهات من أجل أن نعد مشروع تعديلات يكون في المستوى يجيب على هذه الرغبة في توفير مقتضيات قانونية تساعد في تطوير المهنة. الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحة الوالدية، والهدف بالأساس الهدف الوحيد والأوحد هو بشكل كبير هو الاستماع للصحفيين. إذن هذا يومنا جميعا، يوم النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه هنا في طنجه، ولكن ايضا يوم جميع الصحفيين. الهدف الاساسي من هذا اللقاء هو استماع الصحفيين، لان الكل يتتبع حاليا ما يناقش حاليا وما يقال وما يروج من نقاش واراء وافكار تتعلق بقوانين منظمه هذه المهنه، وهي قوانين منا والينا، حتى اصبحنا نسمع بان مهنه من لا مهنه لا، واصبحنا نسمع مجموعه الامور. الهدف الاساسي وحنا كنواكبوا هذا الموجه التنمويه اللي كاينه في البلاد، ايضا الصحفي لابد يواكبها بالعمل ديالو الممارسه اليوميه، ولكن ايضا اذا لقاء اليوم هو لقاء للاستماع للصحفيين بشكل عام. باختصار شديد هذا لقاء او يوم الاستماع للصحفيين بشان القوانين المؤطره لمهنه الصحافه، المهنه التي تجمعنا كلنا. هي مهنه كما يقال مهنه شريفه ومهنه منظمه. الان كما تتابعون كلكم هناك نقاش مجتمعي، نقاش في المغرب حول القوانين المؤطره للمهنه، قانون الصحافه والنشر، قانون الصحفي المهني وقوانين اخرى. اذا هذه فرصه للاستماع للصحفيين بشان هذا النقاش المجتمعي الذي سيفضي قريبا الى مجموعه او ترسانه قانونيه لمهنه الصحافه لتنظيمها اكثر. هذا اللقاء تقرر او جاء بمبادره من النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه التي قررت في اجتماعاتها الاخيره ضمن خطه استراتيجيه عامه تنظيم هذه اللقاءات من اجل الاستماع للصحفي والاجتماع الى افكارهم بشان هذه المهنه. نظم اللقاء في الرباط وفي الدار البيضاء وفي الاقاليم الجنوبيه، واليوم ينظم في طنجه وسينظم في فروع اخرى بالمغرب، ودائما من اجل الاستماع للصحفي قبل بلوره ترسانه قانونيه تحمي الصحفي. النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه موقفها واضح دائما، هو الحفاظ على كرامة الصحفي وتحصين المهنة والمهنيين، ضمان التكوين القار والمستمر للصحفيين داخل مؤسساتهم الإعلامية، وهي أيضا مسؤولية النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي أيضا مسؤولية المجلس الوطني ومسؤولية مؤسسات أخرى. إذا لابد من ضمان أو سن ترسانة قانونية من أجل ضمان كرامة الصحفي وتحصين هذه المهنة التي تجمعنا. كانوا شي ناس ديالو هما يتفقوا يختلفوا اختلاف طبيعي، لكن يتفقوا على الاساسيات ويتفقوا على التنظيم ويتفقوا على ان المستقبل ديال المهنه وكيفيه تحسين هذه المهنه. المصطلح تحسين المهنه وهذا شعار اللي كان في المؤتمر الاخير خصو يتفعل، ما يبقاش شعار، لان تحسين المهنه مسؤوليه ديال الجميع، وهذه المسؤوليه ديال الجميع كنكررها دائما، ولكن على الواقع لا نراها على الواقع ولا تستقيم، نظرا لاننا ربما خص قرارات حقيقيه، خص جراه منا حنايا تكون اصلاح حقيقي، اصلاح دائما يستطيع